خير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. أخبار كتير جدا النهاردة هتكون معانا على مختلف الأصعدة كما هو المعتاد، سواء الصعيد المحلي الصعيد العالمي. وقبل كل ده، كل ما يخص ويتعلق بآخر أخبار نادينا الحبيب النادي الأهلي، وبالتحديد بعد التعادل المفاجئ بالأمس مع فريق فيتا كلوب في دور المجموعات وثالث جولات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا. فهيبقى عندنا كلام كتير وحديث مهم جدا على مدار حلقة اليوم، لكن دايما بيكون تواصل مع حضراتكم معانا مهم جدا، وعايز أعرف رأي حضراتكم في نتيجة المباراة وأسباب التعادل بالأمس في مباراة الأهلي وفيتا كلوب، وتواصلوا معانا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام. والجزء الأخير من الحلقة كما هو المعتاد هناخد تفاعلات حضرتكم، لكن البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي: الفريق يبدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي، صلاح محسن جاهز للمشاركة في المباريات. أما في الترند المحلي: البدري يضم 6 محترفين لمعسكر المنتخب. أهم وأبرز المباريات في مختلف الدوريات النهارده، نبتدي بالدوري الإنجليزي. ويست بروميتش ألبيون مع نيوكاسل، دي مباراة لعبت الساعة 2 الظهر وانتهت بالتعادل السلبي بين الفرقتين. متعادل ما يخدمش أي فريق فيهم في الحقيقة في إطار المنافسة ما بينهم في الهروب من قاع بطولة الدوري أو قاع جدول الدوري الإنجليزي. أما المباراة اللي بتلعب في هذه اللحظات وهي مباراة ليفربول وفولهام في الأنفيلد ملعب ليفربول، مباراة ابتدت الساعة 4 وليفربول متأخر بهدف في الدقائق الأخيرة من أحداث الشوط الأول، والشوط الثاني على وشك البداية في هذه اللحظات، 1-0 لفولهام. وليفربول في الحقيقة بيمر بأسوأ الفترات، بالتحديد كمان فيما يتعلق بعدد الهزائم المتتالية على ملعبه الأنفيلد. أول مرة تحصل إن هم يبقوا 5 هزائم متتالية على الأنفيلد. الأنفيلد ده كان نقطة قوة بالنسبة لفريق ليفربول، ربما توصل كمان للهزيمة رقم 6. في كل الأحوال احنا بنتمنى كل التوفيق ليفربول عشان خاطر نجمنا المصري المميز جدا محمد صلاح وهو هداف الدوري الإنجليزي. أما مباراة القمة وديربي وأهم مباريات الجولة ما بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على ملعب مانشستر سيتي استاد الاتحاد في تمام الساعة 6:30 مساء، مباراة قوية جدا ومهمة جدا. أما آخر مباراة النهاردة في الدوري الإنجليزي هتكون ما بين توتنهام وكريستال بالاس، دي الساعة 9:15 مساء. تعالوا نروح بقى إيه للدوري الأسباني. الدوري الأسباني النهاردة في عدد من المباريات: هويسكا مع سيلتا فيجو، دي مباراة كانت الساعة 3 انتهت بفوز سيلتا فيجو بنتيجة 4-3، مباراة كانت قوية جدا. أتلتيكو مدريد مع ريال مدريد، قمة الجولة طبعا والديربي الكبير والمعروف، الساعة 5:15 ومباراة قوية جدا ما بين الفريقين. ريال مدريد بيحاول يخش سباق المنافسة، أتلتيكو مدريد بيحاول أيضا أن هو يستمر في نتائجه، ممكن مؤخرا مش إيجابية بالشكل الكبير لكن منافسة قوية فعلا ما بين الفرقتين على مدار التاريخ. في كل الأحوال ريال سوسيداد مع ليفانتي الساعة 7:30 وأتلتيك بلباو مع غرناطة الساعة 10 بالليل، ده فيما يتعلق بالدوري الأسباني. أما الدوري الإيطالي ففي أيضا عدد من المباريات، ابتدت بروما مع جنوا، دي مباراة لعبت الساعة 1:30 وروما فاز بنتيجة 1-0. الساعة 4 في 3 مباريات والشوط الاول خلص في الثلاث مباريات. اول مباراه ما بين هيلاس فيرونا وميلان 1-0 لميلان، فيرنتينا مع بارما 2-1 لبارما، وكروتوني مع تورينو تعادل ايجابي 1-1. الساعه 7 سامبدوريا مع كالياري، والساعه 10 الا ربع نابولي مع بولونيا، دي اهم المباريات في الدوري الايطالي واهم المباريات في مختلف الدوريات حول العالم. لكن حديث اكثر اهميه هيكون معانا بالتحديد فيما يتعلق بتفاصيل كتير بخصوص مباراه الامس والتعادل المفاجئ في الحقيقه امام فريق فيتا كلوب وسوء الحظ وعدم التوفيق اللي كان لازم لاعبي النادي الاهلي. عندنا كلام كتير جدا بخصوص هذه المباراه بس بعد الفاصل، استنونا. طيب بالهدوء كده وبالراحه ونقطه نقطه، امبارح هو درس مهم جدا للاعبي النادي الاهلي، التعادل الايجابي 2-2 مع فيتا كلوب في مباراه ما كناش متوقعين ان احنا نطلع تعادل، كنا متوقعين بصراحه ان احنا نكسب، وخصوصا بعد ما شفنا مجريات واحداث اللقاء وتالق الاهلي وتالق لاعبي النادي الاهلي والوصول لمرمى فريق فيتا كلوب بعدد وافر جدا جدا من الهجمات. فالسيناريو جه بشكل معاكس تماما، تستقبل هدف فبعد كده تتقدم بهدفين وبعد كده ضربه جزاء غير صحيحه بالمره طبعا طبعا، يعني مش هنتكلم على التحكيم، لكن في كل الاحوال في كل الاحوال خلينا نبقى واقعيين، بخلاف ان ضربه الجزاء مش صحيحه وده امر الكل يعني كل متفق عليه ما فيهوش اي
مجال للحديث يعني، لكن مطلوب حاجه بسيطه. وقبل الطلب ده انا ما اقدرش الوم موسيماني خالص، لان الفتره اللي فاتت احنا كنا شايفين ايه بعض الاصوات اللي بتقول ان موسيماني مدير فني على قده، موسيماني هو السبب في تدهور اداء الفرقه، وكلام غير واقعي يعني في الحقيقه. لان المدير الفني او حتى اللاعبين ما بيتمش تقييمهم من خلال مباراه او اثنين او ثلاثه، انت بتقيم، وده سيستم موجود في النادي الاهلي ومتعارف عليه دايما، بتقيم من خلال فتره زمنيه طويله، من خلال موسم بمعنى اصح، وده الاوقع وده الافضل. فالناس دي جابوا بطولات وكل الكلام ده، بس ده كان في الماضي. خلاص احنا بنتكلم في اللي جاي بقى. فالمطلوب ايه من لعيبه النادي الاهلي؟ هو طلب بسيط جدا. بعد الوصول بعدد كبير جدا للمرمى، ومش المباراه دي بس، مباريات كتير، مطلوب انك يكون في حده في انهاء الهجمه. حده في انهاء الهجمه، لما يكون عندي فرصه، خلاص فرصه مؤكده ان هي جون بنسبه كبيره، لازم اكون انا حاد في التصويب على المرمى، حاد في الزاويه اللي هشوط فيها، اكون حاد في ان انا لازم تكون الكره دي هدف. مش معنى كده ان اي كره او اي فرصه محققه لازم تبقى جون، لا طبعا، مفيش، ما حدش يقدر يقول كده. بس لما يكون النسب دي كلها وكل الفرص اللي جات للنادي الاهلي دي وما نجيبش منها غير هدفين، فهنا علامه استفهام. هنا لازم نقف، لازم لعيبه النادي الاهلي يكون عندهم تركيز اكبر في كيفيه انهاء الهجمات. هل هم لعيبه قليله؟ لا طبعا مش لعيبه قليله. هل امكانياتهم على قدهم؟ اطلاقا. عندك احسن قوام فريق في مصر وفي افريقيا، عندك في فرق طبعا ممتازه يعني، شفنا امبارح الوداد وشفنا الترجي، نادي الزمالك كمان عنده فرق ممتازه حتى لو خسر من الترجي، لكن في كل الاحوال انت عندك المقاومات الممتازه جدا انك تخليك ان شاء الله باذن الله تعالى تحقق البطوله تاني، وتبقى المره رقم 10 والمره الثانيه على التوالي. لكن مهم قوي ان انت تكون جاد في انهاء الهجمه، ما يبقاش فيه تراخي، يبقى فيه تركيز بشكل اكبر من كده. لان بصراحه احنا حطينا نفسنا في موقف صعب، وانا واثق في رجاله النادي الاهلي وواثق في الجهاز الفني ان زي ما حطينا نفسنا في الموقف ده احنا هنعرف نخرج نفسنا من الموقف ده، وهنعرف نتاهل للادوار المقبله من بطوله دوري ابطال افريقيا. عندي ثقه كامله وثقه تامه في الجهاز الفني واللاعبين، وعندهم هم اصرار كبير جدا جدا على المنافسه على البطوله بشكل قوي. وانا بقول المنافسه ليه؟ لان احنا مش بنلعب في بطوله سهله او بطوله هي في المتناول في كل الاوقات، لا طبعا، انت دايما تفضل المرشح الابرز والاول لللقب، لكن المنافسه صعبه بكل تاكيد وفي كل الاحوال. لكن احنا واثقين في اللعيبه وواثقين في الجهاز الفني، ده امر مهم ومؤكد ولازم ناكد عليه. احنا انا ممكن نقعد ايه من دلوقتي للصبح نمسك لعيب لعيب ونتكلم وننتقد عادي جدا، بس هل ده هيكون في مصلحه الاهلي؟ هل ده هيكون في مصلحه الفرقه؟ لا طبعا، لان اللعيبه دي هي اللي باذن الله تعالى هتصعدنا، فبالتالي محتاجين مسانده، محتاجين دعم. هم امبارح عملوا مباراه وحشه؟ لا بصراحه ما عملوش مباراه وحشه، لكن كان في عدم توفيق وما كانش في حظ واضح جدا للاعيبه النادي الاهلي في المباراه، وده وارد في كره القدم. لكن انا كلاعب لازم اشوف ايه اللي انا ممكن اكون مقصر فيه بالتحديد في جزئيه انهاء الهجمات. بصراحه عندنا مشكله في الموضوع ده. هتقول لي اصل احنا المفروض نجيب مهاجمين، احنا اصل موسيماني قال قبل كده ان احنا ممكن نكون محتاجين مهاجمين، ممكن الاهلي يكون محتاج مهاجمين، بس هل الاهلي ما عندوش؟ الاهلي عنده. هتقول لي لا احنا ممكن نجيب احسن من كده؟ لا. والتر بواليا، وخليني اتكلم بالاسماء واحده واحده كده وايه ونتكلم بالراحه. والتر بواليا مهاجم مميز، مهاجم مميز، هداف هداف. مش موافق مع النادي الاهلي؟ بكل تاكيد مش موافق مع النادي الاهلي. حظه سيء جدا لحد دلوقتي، جاب جون واحد وكانت يعني كوره منفرد بالمرمى، امبارح جات له نفس الكوره ضيعها، مفيش توفيق. هتيجي تقول طب ما احنا يا جماعه احنا بنيجي نتعاقد مع لعيب اجنبي لازم نجيب لعيب على مستوى ممتاز وبتاع. احنا جبنا قبل كده ازارو كان موافق في بعض الفترات، وفترات اخرى ما كانش موافق. اليوباجي نفس الحال. عندك مروان محسن فترات كتير ما بيبقاش موفق فيها. والتر بواليا ماشي على نفس الطريق، مش موفق في بعض الفترات بشكل كبير، او حتى اللحظه دي هو مش موفق مع النادي الاهلي، بقاله فتره قليله مع الفريق، لكن مش ده المقياس اللي اقدر من خلاله احكم على مهاجم النادي الاهلي، وبالتحديد انا بتكلم على والتر بواليا لان كان في امال منعقد عليه بشكل كبير جدا. هل الثقه في والتر بواليا خلاص فقدناها؟ لا طبعا. هل هو مهاجم مميز؟ مهاجم عنده مقاومات جيده جدا، بيتحرك كويس، هيدر كويس، التوفيق بس مش محالفه. المطلوب مننا احنا ايه بقى؟ مطلوب مننا ان احنا نفضل في الظهر مساندين الجهاز الفني واللعيبه،
عشان هي دي مصلحه النادي. لكن هقعد اقطع في لعيب لعيب واقعد اتكلم على ان لا في مشكله ومره الجهاز الفني ومره اللعيبه وكلام من ده، هبقى انا كده غير ايه؟ غير منطقي. انا واحد عندي هدف، مش بتكلم عليا يعني، او بتكلم على جمهور النادي الاهلي. الهدف ايه دايما؟ الناتج بتاع نهايه الموسم. هل احنا في نهايه الموسم؟ احنا مش في نهايه الموسم. الفرص صعبه في التاهل، الفرص صعبه ومنافسه قويه جدا بصراحه. واحنا اللي عملنا في نفسنا كده. احنا اللي عملنا في نفسنا كده. ومش مباراه امبارح بس، لا مباراه سيمبا كمان كان ممكن نلعبها افضل من كده، وكان ممكن نتعادل على اقل تقدير مع سيمبا لو كنا لعبنا بشكل افضل. لكن ده وارد في كره القدم، ممكن ان انت تبقى موفق وتبقى في يومك، وممكن يبقى العكس تمام. احنا متعودين دايما على كده في الكوره يعني. لكن الاهم رغم ان ده او دي امور موجوده في كره القدم، الاهم ان انا اكون عامل كل اللي عليا من غير المنطقي او غير المنطقي على الاطلاق ان انا يكون عندي 60 انفراده امبارح او 60 كوره وما جيبش منهم غير هدفين، خصوصا المباراه انتهت بالتعادل. حتى لو مفيش توفيق، التوفيق اوكي ممكن ما يكونش موجود، لكن انا برضو لازم اكون حاسم في الفرص اللي بتجيلي. الحسم مهم جدا في الامور اللي زي دي. انا بصراحه عايز اشيد بجونيور اجاي، لان اجاي عمل مباراه كبيره وبيستمر في تالقه، رغم ان انا سمعت بعض المحللين امبارح كلام كان غريب جدا، انتقاد لاجاي مش عارف على انهي اساس. اجاي عمل مباراه كبيره جدا. الشناوي فوجئت يعني بان البعض بيقول لك الهدف الاول نسبه ما للشناوي غلطان فيها. طب انا عايز اسال سؤال، هو والله مش مجرد الدفاع وخلاص، انا دلوقتي حارس مرمى والكره اتشطت عليا من جوه ال 18، فانا اللي في ايدي اعمل ايه؟ ان انا صد. هل المفروض ان انا صد واوجه الكره في اتجاه معين؟ لا خالص، خصوصا ان الكره متشاطه بقوه من داخل ال 18. هل الشناوي ما صدش كره؟ صدها، لكن كان في متابعه جيده من اللاعب فيتا كلوب اللي احرز الهدف. كان المفروض بقى يبقى في متابعه كمان من مدافعي النادي الاهلي، لكن كلها اخطاء ورد وكلها امور بتحصل في كره القدم. الاهم الاهم ان لازم ما يكونش في فقدان للثقه في الجهاز الفني واللاعبين، ولازم يكون في الدعم، كل الدعم للفرقه بالكامل، لان الناس دي عندهم مباراه مهمه جدا يوم 16 مع فيتا كلوب. يقدروا يكسبوا هناك، يقدروا يكسبوا هناك. مباراه صعبه طبعا صعبه، لكن لازم نفضل وراهم للاخر، ولازم نفضل ندعمهم، ولازم نفضل نساندهم. عندهم الامكانيات وجابوا بطولات يقدروا يكرروها. البعض كان بيتكلم على ان خلاص حوافز اللعيبه خلصت واللعيبه خلاص حققوا طموحاتهم بالميداليه البرونزيه. لا اطلاقا اطلاقا، وانا باكد لحضراتكم اهو، بعد كاس العالم اللعيبه ما بينهم وبين بعض وبعد تحقيق الميداليه البرونزيه كان عندهم اهداف كبيره جدا ان هم يكرروا المشاركه في كاس العالم، ان هم يوصلوا للاجواء الجميله دي، البطوله المميزه دي، ونلعبوا مع المستويات العاليه دي. فمش عايزين ناخد الاتجاه ده او السكه دي خالص، عايزين ندعم، عايزين نساند اللعيبه. لسه بدري، مفيش اي بطوله اتحسمت، ان شاء الله باذن الله يقدروا يصعدوا بالنادي الاهلي ويتاهلوا بالنادي الاهلي للادوار المقبله في دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله باذن الله ينافسوا على اللقب. عجبني جدا تصريحات موسيماني على التحكيم امبارح بعد الماتش. سهل قوي اي مدير يطلع يقول لك ايه، اي مدير فني يقول لك احنا ضربه الجزاء مش صحيحه، وعنده حق مش صحيحه، لكن قال لك انا مش هعلق شماعه على التحكيم، مش هتكلم على التحكيم خالص. وهو تصريح مميز جدا وموفق جدا منه. ليه بقى؟ لان انا فعلا مضيع كور كتير، انا مضيع فرص كتيره جدا، من اكتر المباريات في تاريخ الاهلي ضاع فيها فرص بصراحه يعني. فده كلام واقعي وكلام مناسب جدا من مدير فني مميز للنادي الاهلي. ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق في المرحله اللي جايه، وان شاء الله يكونوا في الموعد في مختلف المباريات. التركيز دلوقتي على ايه؟ على مباراه الاسماعيلي. مباراه الاسماعيلي ان شاء الله يوم الاربعاء، مباراه مهمه جدا، بتنافس بطوله ثانيه، بطوله الدوري المصري، انت بطلها، فبرضه مباراة مهمة تديك ثقة كبيرة إن شاء الله من خلالها قبل مباراة الجولة الرابعة أمام فيتا كلوب هناك في الكونغو. لكن في كل الأحوال ده درس مهم جدا جدا للاعبي النادي الأهلي. وبرضه نقطة مهمة عشان أقفل الملف ده، كل المباريات اللي جاية هي مباريات كؤوس بالنسبة للأهلي بالتحديد في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. أنت ما تتأهل كده كده مباراة كؤوس، لكن مفيش فرص إنك تفقد نقاط تاني. حتى لو فقدت هيبقى في امال، في امال، بس انت لا عايز تكسب بقى، عايز تخلص بقى. ده مطلوب جدا جدا من لاعبي النادي الاهلي. خليني اتكلم معاكم في فرص تاهل النادي الاهلي، مع ان انا مش حابب اتكلم فيها، لكن في بعض بيبقى حابب ان هو يتكلم في الفرص. طب احنا هنعمل ايه؟ موقفنا هيبقى ازاي؟ اللي احنا بنبقى حابينه دايما ومركزين عليه ان الاهلي يكسب ايا كانت الفرص ايه. لكن في ثلاث سيناريوهات امام الاهلي صعود لربع نهائي دوري ابطال افريقيا. التاهل وصداره المجموعه بالشرط زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه. يتأهل الأهلي أول مجموعة إذا فاز في الثلاث مباريات المتبقية ويصل إلى النقطة رقم 13 بشرط الفوز على سيمبا بأكثر من هدف وفوز سيمبا أمام المريخ وفيتا كلوب. ده أمر وارد وارد.
الجزئيه الثانيه ان الاهلي يكسب مرتين خارج ملعبه، تحقيق الفوز في مبارياته التي ستكون خارج الديار وتحديدا امام فيتا كلوب والمريخ السوداني. يقدر؟ يقدر. حصول الاهلي على 6 نقاط يعني ان رصيده اصبح 10 نقاط، وهو سيمنح الاهلي بطاقه العبور للدور المقبل دون النظر لمباراه سيمبا التنزاني والتي ستكون في الجوله الاخيره وهتكون على ملعبنا. وفي حال تحقيق فيتا كلوب الفوز في مبارياته او في مباراتي امام سيمبا سواء الذهاب والاياب، والمريخ سيكون بطل الكونغو، وان اصلا مباراه واحده بالمناسبه، والمريخ سيكون بطل الكونغو رصيده 10 نقاط الى ان الاهلي سيتفوق بفارق المواجهات المباشره نظرا لفوزه في لقاء الجوله الرابعه. كمان اخر حاجه، التاهل قد يكون من الكونغو فقط. ازاي؟ ان الاهلي اذا حقق الفوز على فيتا كلوب يعني صعوبه المهمه على بطل الكونغو في الصعود نظرا لتفوق الفريق الاحمر في المواجهات المباشره، اللي هو انت تعادلت هنا وكسبتهم هناك باذن الله. في حال فوز الاهلي في الكونغو سيكون رصيده 7 نقاط، مما يعني تأهل الفريق الأحمر بهذه النقاط في حال تعثر فيتا كلوب ضد سيمبا في الجولة الخامسة. أنا حبيت أقول لحضراتكم كل الاحتمالات برضو، لكن يبقى الهدف الأهم والأساسي بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين هو الفوز في أي مباراة جاية علشان تقدر تتأهل بأريحية بإذن الله تعالى. الفرص لسه قائمة والأمال والأحلام لسه موجودة بكل تأكيد. خليني أتكلم مع حضراتكم على المجاميع وجدول الترتيب الخاص بكل مجموعة. نبتدي بجروب A أو المجموعة الأولى واللي بتضم النادي الأهلي وسيمبا والمريخ وفيتا كلوب. سيمبا طبعا بيتصدر بعد 3 مباريات برصيد 7 نقاط. المركز الثاني فيتا كلوب برصيد 4 نقاط، وبعديه النادي الأهلي بنفس الرصيد، وبعد كده بيجي المريخ برصيد نقطة واحدة. المجموعه الثانيه ماموليدي سان داونز بالعلامه الكامله بعد الفوز في 3 مباريات، وفي الحقيقه عندهم فرقه مميزه جدا ومدير فني مميز. 9 نقاط وهو متصدر، بعديه تي بي مازيمبي برصيد 2 والهلال 2 والشباب بلوزداد 2. يعني خلاص ماموليدي حسم التاهل، منافسه ما بين الثلاثي المتبقي. الوداد عنده فرقه محترمه قوي، وامبارح شفنا هدف اكثر من رائع لايوب الكعبي، فازوا 2-0 على حوريه كوناكري. هم متصدرين ايضا بالعلامه الكامله برصيد 9 نقاط، حريه 4 نقاط وكايزر تشيفز 4 واتلتيكو بيترو اتلتيكو برصيد ولا نقطه. خلينا كمان نروح لاخر مجموعه، المجموعه الرابعه. الترجي بعد فوزه على الزمالك بقى 7 نقاط، هو اللي بيتصدر، بعديه المولوديه برصيد 5 نقاط، وبعد كده الزمالك 2 وتوني جيتس برصيد نقطة واحدة. دي مجموعات دوري أبطال أفريقيا. في كل الأحوال إحنا بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في الـ3 مباريات المقبلة، وكلنا ثقة ودعم كامل للجهاز الفني واللاعبين، إن شاء الله يكونوا موفقين بإذن الله تعالى. هروح لفاصل سريع، بعديه نرجع نكمل أخبار النادي الأهلي، استنونا. طيب خليني اتكلم معاكم في بعض الاخبار اللي بتتعلق بالفرقه، وخصوصا ان الاهلي استأنف تدريباته على طول بشكل مباشر قبل مباراه الاربع امام الاسماعيلي واستعدادا لهذه المباراه الهامه. فريق الاسماعيلي حتى لو يعني بيمر بظروف صعبه يبقى هو فريق كبير، فريق يقدر ان هو يعمل نتيجه او يعطل النادي الاهلي. ان شاء الله الاهلي هو اللي يكون موفق وباذن الله يفوز في هذه المباراه. فبالتالي الاهلي هيجري بكره مسحه طبيه استعدادا لمواجهه الاسماعيلي عشان يطمنوا على اللاعبين من فيروس كورونا. كمان النهارده من ابرز واهم الامور ان مستر بيتسو موسيماني اجتمع مع لاعبي الاهلي، اتكلم معاهم اكيد اكيد يعني في بعض النقاط في مباراه الامس، وده امر طبيعي جدا، واتكلم معاهم عن المباراه المقبله وكيفيه يعني الظهور في هذه المواجهه وكيفيه التفوق باذن الله على فريق الاسماعيلي. زي ما شفتوا في لقطه من شويه دلوقتي كان موسيماني واقف مع جونيور اجايو، جلسه خاصه او يعني كلام خاص لجونيور اجايو عن بعض الجوانب الفنيه، وكان بيتخلل هذا الحديث إشادة بمستوى اللاعب وطلب منه الاستمرار على هذا المنوال. أجاي ما شاء الله عليه لعيب مميز جدا، وشفنا امبارح في الجون الأول بيخترق حتى اللعيبه بتخبط فيها هي اللي بتقع، ما شاء الله لا قوه الا بالله. لعيب مهم جدا واحد ابرز اللاعبين المهاريين يعني الافارقه في الحقيقه اللي جم الدوري المصري. اكرم توفيق، وده من ضمن الاخبار الهامه جدا، اكرم لعيب مميز ولاعب مهم بينتظم في التدريبات الجماعيه للفريق، والنهارده شارك في التدريبات كلها بشكل كامل. هو كان تعرض لبعض الالام في الانكل فبالتالي غاب عن المباراه الاخيره وغاب الكام يوم اللي فاتوا، لكن النهارده بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي وده امر جيد ومبشر. نفس الحال بالنسبه لصلاح محسن. صلاح محسن
شارك في التدريبات الجماعيه بعد شفائه بشكل تام من العضله الاماميه، الاصابه اللي كانت جات له في كاس العالم للانديه. لسه كمان عندك علي معلول، ولسه كمان اصابه محمود وحيد، اعتقد هتاخد لسه فتره، عندك بعض الغيابات، لكن ان شاء الله الاهلي يكون موفق. نفسي بس علي معلول يرجع في اسرع وقت، هيعمل ثنائيه مميزه جدا متعودين عليها مع جونيور اجي، وهو فايق كده وهو مميز، هيفرقوا مع النادي الاهلي. خلينا نروح لمداخله مهمه جدا مع زميلنا العزيز شريف شعبان، او هيكون معانا على الهواء مباشره تحديدا علشان نتكلم معاه بخصوص كواليس مران الاهلي النهارده وبدايه الاستعداد لمباراه الاسماعيلي يوم الاربعاء باذن الله. يا شريف مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا شريف، طمنا على استعدادات النادي الاهلي وبالتحديد كمان عقب مباراه الامس. بقول لك يا شريف، كلمني الاول عن مباراه الامس والحديث اللي كان ما بين موسيماني واللاعبين في الجلسه اللي كانت قبل المران، ازاي تم التطرق لهذه المباراه، ازاي تعامل مستر بيتسو موسيماني نفسيا مع اللاعبين خصوصا في ظل عدم التوفيق اللي حالف الفرقه امبارح، او الفريق ما كانش موفق بشكل ملحوظ جدا. قول لي كل الكواليس اللي حصلت النهارده قبل المران. يعني يمكن المران دون راحة كان اليوم في الواحدة ظهرا، ويمكن التوفيق وعدم التوفيق، وهي دي الكورة، يوم طبعًا ليك ويوم طبعًا عليك طبعًا. التوفيق لو غاب عنك، لو عملت كل حاجة في الكورة مش هتخش، ولو ماشي معاك هتخش من أي مكان أو أي لاعب يحرز هدف. يعني امبارح ما كانش يوم النادي الأهلي، النادي الأهلي ما قصرش خالص، 90 دقيقة استحواذ، أخطاء يمكن قليلة جدا مع التحكيم كمان، وما أدراك ما التحكيم، وكلام عن التحكيم كتير ويطول شرحه، لكن خلاص هذه كرة القدم. النهاردة بيتسو موسيماني مع اللاعبين حوالي ربع ساعة أو تلت ساعة في أرض الملعب بيتكلم مع لاعبته ومدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ، وبيتكلم مع لاعبته إن ما كانش يومنا امبارح، صعبناه على نفسينا، ولكن إحنا النادي الأهلي نكسب أي حد في ملعبنا خارج ملعبنا، صح اللي صح عاوز صح البطولة يكسب في أي مكان، لازم نكسب مباراتنا اللي جاية كلها دون النظر إحنا بنلعب فين، ولا الأجواء عاملة إزاي، ولا مين المنافس اسمه إيه، أو قوته إيه. إحنا النادي الأهلي حاملين اللقب، احنا النادي الاكثر تتويجا في البطولات، اذا كان في افريقيا او في البطولات المحليه، ثالث العالم يمكن في كاس العالم الاخيره، وكانت محاضره قويه جدا من المدير الفني والمدير الكره، لقت قبول كبير جدا مع لاعبي النادي الاهلي، وتعهدوا على فتح صفحه جديده في الفتره المقبله، وكمان كيفيه الفصل ما بين البطوله الافريقيه الهامه جدا اللي كل جماهير النادي الاهلي بتعول عليها، وايضا زميلي امير كل لاعبي النادي الاهلي بتحلم بالبطوله العاشره، وانا بقول لك وعارف وقاعد ما بقول كل لعيب بيحلم بالبطوله العاشره وبيتكلموا مع بعض على الحصول على البطوله العاشره، مش مكفهمش البطوله التاسعه، لا عاوزين البطوله العاشره، وبيتكلموا من اول يوم، وانا راجع كمان في سيمبا في الطياره اللعيبه كلها بتتكلم ان لازم نكسب، بس امبارح ما كانش يومنا، فخلاص بقى هنفصل، وعندنا مواجهه قويه جدا مع الاسماعيلي، مطالبين بالفوز فيها مع فريق كبير، وفريق الاسماعيلي في موقف طبعًا لا يحسد عليه في جدول ترتيب الدوري، ولكن النادي الاهلي مطالب باذن الله بالفوز في هذه المباراه، ثم التركيز بقى في مباراه فيتا كلوب اللي هتكون يوم 16، يا رب باذن الله يكون التوفيق بس موجود معانا رغم حراره الجو الكبيره جدا والملعب اللي هيكون ترتان، ولكن لعيبه النادي الاهلي رجاله وباذن الله باذن الله. طبعا في عز الحر مع كل فرق افريقيا بتلعب على الجزئيه دي، طبعا في عز الحر درجه حراره تبقى عاليه جدا، الرطوبه عاليه جدا، وكمان جماهير ماتش سيمبا 50,000 متفرج، يمكن المباراه الوحيده في العالم اللي شهدت حضور بعد الكورونا 50,000 متفرج، ده نهائي اوروبا مش هيبقى فيه كده خالص، يعني اي نهائي في العالم في فتره كورونا مش هيبقى يوصل 50,000 متفرج، وما ادراك اللي الاهلي بيشوفه في الكواليس في البلاد الافريقيه، وانت سافرت زميلي امير كتير وشفت الكواليس والصعوبات اللي بيشوفها لاعبي النادي الاهلي، مرور في اوضه اللبس او في غلق التكييف او قطع النور على اللعيبه، في كواليس كتيره جدا النادي الاهلي لو اتحكي الناس هتعرف اللعيبه الاهلي بتبقى يعني بتعاني بايه، ولكن النادي الاهلي الناس بتشوف ال 90 دقيقه في ارض الملعب بس، وما ادراك ما خارج ارض الملعب، ولكن عندنا ثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي باذن الله، باذن الله يكون يوم الاربعاء التوفيق معاهم باذن الله، ونفوز على فريق كبير وفريق الاسماعيلي، ونروح بقى للمواجهه الصعبه جدا مع فريق فيتا كلوب، وباذن الله باذن الله الاهلي لها، وباذن الله نكسب فريق كبير هو فريق فيتا كلوب الكونغولي باذن الله. بعد يعني المحاضره اللي استمرت حوالي ثلث ساعه في ارض الملعب، كان في جلسه ما بين مستر بيتسو موسيماني وجونيور اجاييه اللي بنمسك الخشب، ما شاء الله ما شاء الله متالق
في الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي. الرجل طلبه بالتألق أكتر، الرجل طلبه بالتركيز أكتر ويبني على الفترة اللي فاتت أكتر وأكتر، لأن محتاجين كل لاعب في حالة فوقان في الفترة الأخيرة. وربنا يوفق بإذن الله باقي بقى زملائه زي محمد شريف أو مروان أو بواليا أو يعني كل اللاعبين اللي بيشاركوا، وحسين الشحات طبعا اللي بيشاركوا في الخط الأمامي بإذن الله مع النادي الأهلي، ويقدروا الفترة الجاية بإذن الله يحرزوا لنا أهداف. علي معلول يلحق يا شريف مباراة العودة بتاعت فيتا كلوب ولا صعب؟ علي معلول ووليد سليمان بيتأهلوا في البرنامج التأهيلي الأخير. ممكن يلحق ممكن، لكن مباراة الإسماعيلي على ما أظن طبعا من الصعب الحاق معلول ووليد بمباراة الإسماعيلي، نظرا هم خلاص في آخر مرحلة في التأهيل. ممكن ما يغامرش بيهم في مباراة الإسماعيلي. السفر بقى ورحلة الكونغو الشاقة، ممكن ياخد مثلا علي معلول يشارك جزء من المباراة، وارد. كل ده هيتضح في الأيام المقبلة، ولكن النهاردة شايف معلول في التأهيل الأخير. السبرنتات الكبيرة أو طويلة المدة أو السرعات فيها بيقدمها بشكل كويس جدا، فاقترب من العودة. ولكن طبعا مع إصابة زي دي خداعة، لو سرعت برجوع اللاعب ممكن لا قدر الله تحصل له تاني، فلازم العضلة الخلفية يتصبر عليها شوية علشان خاطر خداعة زي ما قلت لك، فممكن اللاعب ينزل يحس بالشكة تاني في العضلة الخلفية. بس بإذن الله المؤشرات كويسة، يا رب بإذن الله يلحق بإذن الله بإذن الله مباراة فيتا كلوب بإذن الله. أخيرا وسريعا يا شريف، هل في اتجاه إن الفريق يسافر بشكل مبكر للكونغو، يعني يكون بعد مباراة الإسماعيلي مباشرة المباراة يوم الأربعاء يسافر الأهلي مباشرة عشان يتم التأقلم على الأجواء والمناخ ومواعيد التدريبات والملاعب التدريبات، وخصوصا إن احنا على ملعب ترتان هنلعب عليه، ولا لسه لم يحسم هذا الملف بعد يعني؟ يمكن بشكل مبدئي السفر غالبا هيكون يوم السبت، ممكن تتمرن هناك حد واثنين وثلاث، يعني لسه هنشوف القصه. لسه مدير الكره الكابتن سيد ما صرحش، ولكن بشكل مبدئي من الكواليس ممكن السفر يكون يوم السبت. عندنا بكره تمرين الساعه 2 الظهر، ومن بعد وفي مسحه بكره عشان مباراه الاسماعيلي. نخلص باذن الله مباراه الاسماعيلي ونبدا نتكلم على مباراه فيتا كلوب، بس غالبا من الشكل المبدئي غالبا هيكون السفر يوم السبت القادم باذن الله. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان، كان معانا على الهواء مباشرة من استاد مختار التتش، أحد المراسلين المميزين جدا واللي بيقول لنا كل الأخبار اللي بتتعلق بالفريق بتفاصيل مهمة جدا. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات الحلقة، يلا بينا. طيب خليني أقول لحضراتكم نتائج أهم المباريات اللي بتلعب في هذه اللحظات. أتلتيكو مدريد متقدم على ريال مدريد بهدف للويس سواريز في الدقيقة 15 في مباراة على ملعب أتلتيكو مدريد، مباراة صعبة وقوية جدا. ليفربول حاجة غريبة جدا، كل اللي بيمر بيه دلوقتي ده أمر عجيب بصراحة، لغاية دلوقتي في الدقيقة حاجة و80 81 أو 82 متأخر بهدف أمام فولام أحد فرق المؤخرة في جدول الترتيب. ماني نزل ما كانش بادئ المباراة، ضيع فرصة غريبة جدا، محمد صلاح لسه مستمر في الملعب، لكن أمر غريب بالنسبة لفريق ليفربول. خليني كمان أقول لكم القائمة الخاصة بالمحترفين اللي اختارهم كابتن حسام بدري لمعسكر منتخب، المعسكر اللي هيبتدي يوم 20 من الشهر الجاري، واللي هيكون استعدادا لجولتين مهمين جدا أمام كينيا وجزر كومر في اطار التصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه. كابتن حسام بدري اختار ست محترفين، هم محمد صلاح من ليفربول الانجليزي، محمد النني ارسنال، احمد حجازي اتحاد جده السعودي، محمود حسن تريزيجيه استون فيلا، احمد حسن كوكا اللي بيتالق جدا مع اولمبياكوس، نتمنى نشوف هذا التالق مع الفريق او المنتخب المصري، واخيرا مصطفى محمد لاعب جلاتس راي التركي واللي ايضا بيتالق مع هذا الفريق التركي. دي القائمه اللي اختارها الكابتن حسام البدري اللي بتتعلق بالمحترفين فقط، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. اما فيما يتعلق بترند الاهلي واخر الاخبار على السوشيال ميديا وتحديد عقب التعادل بالأمس واستعدادا للمباراة المقبلة أمام الإسماعيلي، خلينا نشوف في البداية الحساب الرسمي ليلا كورة على فيسبوك بيكلموا على أرقام مرعبة للأهلي في مباراة الأمس بعد الانتهاء بالتعادل الإيجابي 2-2. استحواذ الأهلي 68% وفيتا كلوب 32%. تسديدات الأهلي 29 تسديدة على المرمى في المقابل فيتا كلوب 7 تسديدات، او التسديدات دي كانت بشكل عام تسديدات بقى على المرمى الاهلي 13 فيتا كلوب 5، تسديدات من داخل منطقه الجزاء الاهلي 26 وفيتا كلوب 5، ضربات ركنيه الاهلي 13 وفيتا كلوب 1. لما تشوف الاحصائيات دي تقول الفرقه اللي عندها الاحصائيات المميزه دي هي كسبت 4-5 امبارح، ده كان المفروض، ده كان الطبيعي، لكن هي دي كره القدم. الاهلي ما كانش موفق اطلاقا، لكن ان شاء الله يكونوا موفقين فيما هو قادم من تحديات.
خلينا كمان نروح لحساب في الجول على تويتر واللي بيتكلموا المرة السابعة في تاريخ الأهلي، ينهي النصف الأول من مجموعات دوري الأبطال بأربع نقاط من أصل تسعة متاحين. الأهلي تعادل مع فيتا كلوب 2-2 لينهي النصف الأول بعد ثلاث مباريات بأربع نقاط. الأمر ده حدث إمتى؟ في عام 2000 و2006 اللي خدنا فيها البطولة بهدف أبو تريكة، 2010 2011 2013 خدنا البطولة، و2018 في أربع مناسبات من الستة دول الأهلي تأهل للأدوار الإقصائية بعد دور المجموعات، فإن شاء الله الأهلي يقدر بإذن الله تعالى أن هو يتأهل. خلينا نروح كمان لخبر آخر في ترند الأهلي ونشوف كلام من الحساب الرسمي لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية على تويتر، واللي بيقولوا أن مروان محسن في أقل من دقيقة منذ دخوله قدر أن هو يحرز الهدف الثاني للنادي الأهلي، ونزل في دقيقة 69 و4 ثواني وأحرز الهدف في دقيقة 70 وثانية واحدة بس. مروان محسن لما نزل حقق المطلوب وعمل المطلوب منه، إن شاء الله يكون أفضل وأفضل كمان برضه من اللاعبين اللي عندهم ثقة كبيرة جدا فيهم إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. خلينا نروح للوطن الرياضي وكلام مهم جدا على رضوان جيد حكم مباراه الامس ما بين الاهلي وفيتا كلوب، وان الكاف وده من خلال تواصلهم مع مصدر بالكاف منع رضوان من التعليق على ركله الجزاء، لكن هم بيقولوا ان هو اعترف بخطئه ده على عهده طبعا الوطن الرياضي، وقال قدر الله ما شاء فعل، ده برضو اللي مكتوب في متن الخبر يعني بالمناسبه، لكن انت يا رضوان افقدت الاهلي فرص كبيره في التاهل بسبب عدم التوفيق في احتساب او في الغاء هذه الضربه، او هي اصلا ما كانتش ضربه جزاء اصلا عشان انت تصفر هو تسرع، وتقريبا الحكام متعودين خلاص على الفار، للاسف دور المجموعات ما فيهوش فار، وده امر برده عليه علامات استفهام كتير جدا بالنسبه للكاف، لازم في المباريات المهمه اللي زي دي يكون في فار طبعا. خبر مهم من حساب مبتدا على تويتر بيقول الخطيب يقترب من رئاسة بعثة الأهلي في رحلة الكونغو، في حال تولي أو تواجد الكابتن محمود الخطيب كرئيس للبعثة فده هيكون أمر مهم جدا، لأن الكابتن محمود الخطيب دايما في المباريات الحساسة والهامة جدا وبتكون حاسمة في مشوار الفريق في أي بطولة بيكون متواجد، وده بيدي دوافع مختلفة ومهمة بالنسبة للاعبي الفريق. هنشوف وهنتابع آخر مستجدات بخصوص الجزئية دي تحديدا. أخيرا من حساب بطولات على تويتر بيقول اتحاد الكرة يعلن تغيير ملعب مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري، حتى الآن مفيش أمور رسمية لكن هو مباراة هتتلعب في استاد اسكندريه يقال انها تم نقلها لاستاد برج العرب. هنشوف بمناسبه استاد برج العرب ارضيته سيئه جدا جدا يعني مش عارف ايه هيتم معالجه الموضوع ده ازاي، لكن هنشوف القرار النهائي من خلال الاعلان الرسمي. هروح لفاصل سريع بعديه اخر فقرات الحلقه، يلا بينا. سؤال الحلقه النهارده كان ايه راي حضراتكم في اسباب تعادل النادي الاهلي مع فيتا كلوب الامس، من وجهه نظر حضراتكم ايه الاسباب؟ خلينا ناخد تواصلكم معانا من خلال صفحات القناه. نبتدي برنا احمد واللي قالت الاستعجال وعدم التركيز واهدار الفرص. مصطفى كرم قال عدم استغلال الفرص في انهاء الهجمات القادم افضل ان شاء الله، باذن الله هيكون افضل بالنسبه للنادي الاهلي متاكدين ان شاء الله. حسام حمدان قال كلام كتير قوي لكن خلينا نقول لحضراتكم معظمه لا نختلف ان الماتش كان بمستوى اكثر من جيد، ولكن عدم الجماعيه خاصه في المنطقه الاماميه هو ما ادى الى التعادل، وكان مهم او كان ممكن ان يتسبب بالهزيمه. ما عنديش مشكله انك تلعب لنفسك بس لما تكون كسبان بهدفين واكثر، اما الماتش انت محتاجه بنسبه كبيره وتتدلع وتلعب بعدم تركيز لا ما ينفعش. كلام مهم جدا في الحقيقه من حسام، وبيتكلم كمان على الموسيماني مدرب محترم لكن مش هو اللي هيسجل اهداف. يعني بكل الاحوال كلام جيد من حسام بالمناسبه، لكن ان شاء الله الاهلي يكون موفق في اللي جاي. درس مهم جدا استفادوا اللاعبين والجهاز الفني من مباراه الامس هو اهميه استغلال كل الفرص اللي بتتاح ليك، مش كلها يعني، ابرز الفرص اللي بتتاح ليك خصوصا لما تكون فرص سهله زي مباراه امبارح، مهم قوي انك تستغلها عشان تقدر تحقق اهدافك المختلفه. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج ان شاء الله. الى اللقاء.